ازيكم يا جماعة؟ أهلا بيكم بحلقة النهاردة. النهاردة هنكمل الحلقة اللي فاتت، تكملة للحلقة اللي فاتت. لو ما اتفرجتش عليها ممكن تروح تشوفها. اتكلمت في موضوع الحاجة الجديدة اللي طالعة دلوقتي ما بين الممثلين أو العيادات اللي فتحت في أمريكا، وكتير منها كان موجودة في كندا وفي أوروبا، ومش بعيد إن احنا نبتدي نشوفها في الشرق الأوسط. مكافحة الشيخوخة باستخدام هرمونات معينة بجرعات معينة عشان نعالج مشاكل اللي بتسبب في انخفاض درجة الهرمونات اللي عندنا طبيعيا في جسمنا، منها التستوستيرون والجروث هرمون كل ما بنكبر في السن بالذات في الرجالة يعني. فالنهاردة هتكلم على الهرمونات نفسها وايه الفرق اللي ما بين جروث هرمون وما بين تستوستيرون. الحلقة اللي فاتت اتكلمت على مبدأ مكافحة الشيخوخة عموما وايه العيادات دي وبتعمل ايه، وخليني بس عشان لازم، انا عارف انا قلت الكلام ده في الفيديو اللي فات بس لازم اقوله تاني في الفيديو ده، لان في ناس يمكن ما شافتش الفيديو اللي تاني، ناس جديدة على القناة ما تعرفش، يعني ما مش فاهمة فكرة ان انا كلاعب كمال اجسام وايه الفرق ما بين استخدام هرمونات كلاعب كمال اجسام وكعلاج ل مشاكل بتحصل في جسمنا بعد سن معين. استخدام الهرمونات لمكافحة الشيخوخة أو انخفاض درجة الهرمونات في جسمنا بعد سن معين ملوش أي علاقة باستخدام الهرمونات في كمال أجسام. أنا كلاعب كمال أجسام، وأنا قلت الكلام ده في الفيديو اللي فات بس لازم أعيده تاني، استخدمت طبعا هرمونات بس بجرعات غير الجرعات اللي بنستخدمها طبيا في علاج مشاكل معينة. الجرعات اللي بتستخدم في كمال أجسام دي حاجة الغرض بتاعها قوة زيادة قوي مش محتاجينها، حجم عضلي زيادة المهنة بتاعتي أو لشغلي كلاعب كمال أجسام محترف، لأن دي مهنتي ودي أنا حاجة حبيتها والحمد لله نجحت فيها وغيرت حياتي. يعني زي مثلا ما في ملاكمين ممكن تسألهم طب أنت ليه بتخش ملاكمة وبتجازف إن أنت ممكن تاخد ضربة تموتك، لاعب سابق الفورمولا 1 او الموتو جي بي اللي بيسابقوا بالمكان ده، انت غلطة واحدة ودماغك في مكان ودراعتك في مكان. ليه بيعملوا الحاجات دي؟ لان دي حاجة هم بيعملوها وفيها ريسكس عالية قوي، وفي نفس الوقت في ريورد او يعني ممكن يبقى تعمل انجاز حلو جدا وتغير حياتك، وده اللي انا عملته في كمال اجسام. يعني انا عارف ان انا وضحتها المرة اللي فاتت بس عشان ناس جديدة ممكن تكون اول مرة تشوف الفيديوهات بتاعتي. طيب دلوقتي ايه الفرق ما بين التستوستيرون والجروث هرمون؟ التستوستيرون بيفرز في الرجاله في سن البلوغ، واللي بيعمله في الجسم هو بيسبب لك النشاط، بيسبب لك الرغبه الجنسيه، بيكبر عضلاتك. نعم التستوستيرون بيكبر عضلاتك حتى في سن البلوغ، بتلاقي عضلاتك في جسمك بدات تكبر، بيقوي لك عظامك، وحتى يعني في لما تيجي تكبر في السن من علامات ان انت عندك تستوستيرون بكميات معتدلة او كويسة في جسمك بان صحة قلبك كويسة، صحتك كويسة، بيبقى عندك نشاط كده وعندك تحفيز متحفز كده للحياة ان انت تقوم. الاعراض بقى الجانبية بانخفاض درجة التستوستيرون، يعني انت تبتدي تعرف ان التستوستيرون عندك بدأ ينزل لما بيبقى النشاط بتاعك العام يبدأ ينزل، بتبتدي تبقى كسول شوية، بيبقى عندك شوية خمول في نفس الوقت، ما بيبقاش ليك تحفيز ان انت تقوم وتسيطر كده على الحياة وتروح تشتغل وتحقق اهداف وكل الكلام ده، بيبقى رغبتك الجنسية برضو بتبتدي تنزل، شعرك بيبتدي يخف. وانا عارف ان انتوا اكيد عارفين ان زيادة التستوستيرون بتسبب برضو في سقوط الشعر، بس برضو انخفاض التستوستيرون بيسبب في سقوط الشعر وخفية الشعر. برضو من علامات ان التستوستيرون بتاعك واطي صحتك ما بتبقاش كويسة، وعشان كده انا دايما بنصح على فكرة، يعني حتى لو انت في كمال اجسام او مش في كمال اجسام، انت دايما تعمل تحاليل سنوية ان انت تتأكد ان كل حاجة ماشية تمام، لان انت عندك في الاول في اخر جسم واحد ولازم تحافظ عليه يعني. طيب ايه ليه التستوستيرون بينزل في جسمك؟ او يعني ليه ممكن يحصل لك انخفاض درجة التستوستيرون؟ دي حاجة واقعية ان انت لما الراجل لما بيوصل سن 40 سنة درجة التستوستيرون بتنزل
بنسبة 1 إلى 2% سنويا. يعني ممكن يكون عندك 50 سنة يكون عندك انخفاض ما بين 10 إلى 20% في التستوستيرون بتاعك، ولو عندك 60 سنة ممكن الدرجة دي تبقى أعلى. الدرجة دي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على الجيناتكس بتاعتك، على أسلوب حياتك. أسلوب حياتك مظبوط، يعني الدايت بتاعك بتاكل إيه؟ بتاكل خضار كتير، بتاكل فاكهة كتير، بتعمل رياضة، ما بتعملش رياضة، حياتك الزوجية أو علاقتك الزوجية كويسة ولا لأ؟ هل في ضغط عالي في حياتك؟ مفيش ضغط في حياتك؟ كل الحاجات دي بتأثر على نسبة التستوستيرون اللي في جسمك. طيب ايه الفرق بقى ما بينه وما بين الجروث هرمون؟ الجروث هرمون بيفرز عندك من سن صغير جدا، وهو اسمه هرمون النمو، وهو المسؤول على ان انت بتكبر من طفل الى راجل كبير كشكل الهيكل بتاع جسمك، يعني عظامك بتكبر فكك وكل الكلام ده. دلوقتي ايه فايدة الجروث هرمون؟ الجروث هرمون بيعمل ايه؟ بيعمل سماكة في الجلد عندك، يعني بيبطئ شيخوخة الجلد، وإن جلدك بيبتدي يعمل رهلهات، بيعمل كثافة في شعرك، بيحسن نومك، وبيساعد على معالجة إصابات بتجيلك ممكن مثلا في الجيم أو مثلا الكعبلت أو حاجة. بس يعني لو عندك إصابات في المفاصل بتاعتك، الجروث هرمون أو هرمون النمو بيعمل ريجوفينيشن للسيلز بتاعتك، يعني بيجدد الخلايا بتاعتك في المفاصل والتندنز. بيعمل عضلات؟ لا مش بيعمل عضلات، بس بيحرق دهون، بيحرق دهون. الجروث هرمون بيعمل عضلات ممكن بعد الجرعات عالية جدا، بعد ال 8 يونت في اليوم وكلام برضو ليه علاقة ببودي بيلدينج، بس الجرعات الواطية دي مش بتعمل عضلات، بس بتنزل نسبة الدهون عندك في الجسم، يعني بيعلي لك سرعة الميتابوليزم بتاعك يعني. والتستوستيرون برضو بيعمل كده. طيب ايه علامات انخفاض الجروث هرمون في جسمك؟ بيبقى برضو خمول، بشرة جلدك بتبتدي تبقى يعني بتمط اكتر، وبيبتدي يحصل فيها زي ما تقولي بتدبل يعني، خفت برضو شعر، نومك مش كويس، ده برضو بيأثر على، ممكن يبقى من علامات نقص جروث هرمون او انخفاض درجة الجروث هرمون في جسمك. بس عموما بعد سن 30 انت كده كده الجروث هرمون بتاعك بينزل في التحت خالص، وإلى حد ما ليه لازمة بس مش زي التستوستيرون. التستوستيرون في انعكاس الشيخوخة هو الأساس، وده الفرق اللي ما بينهم. طيب لما نيجي نتكلم بقى أعراض جانبية، ما تنسوش احنا بناخد الجرعات معينة في الهرمونات الاتنين دول بنسب ان هي تعالج مشكلة، مش ان هي تعمل لك مشكلة. لان لو انت لو بدأ يجي لك أعراض جانبية بقى انت كده ملهاش لازمة، انت كده بترجع لورا مش بتتحسن لقدام. الاعراض الجانبية اللي ممكن تيجي من تستوستيرون بجرعة التي ار تي قليلة جدا، ممكن مثلا يطلع لك شوية حبوب، لو انت جسمك بيغير التستوستيرون لاستروجين بسرعة اللي هو هرمون النساء، لان انت لما تاخد جروث تستوستيرون بيتحول لجسمك بنسبة بسيطة جدا لهرمون النساء عشان يعمل توازن، لان برضو الستات برضو على فكره عندهم تستوستيرون، فبيعملوا نوع من التوازن. فممكن في ناس جسمهم بتحول تستوستيرون الى استروجين بنسبه اعلى بكتير من ناس تانية، ومن الاعراض دي ان ممكن يبقى مثلا مودك مش كويس قوي، تبقى مثلا عصبي سنتين، وحاجه تانية ممكن يطلع لك حبوب بسبب ارتفاع الاستروجين شويه. الحاجات دي ممكن تتعالج بانتي استروجينز او اروماسين، الحاجات اللي هي بتخفض درجة هرمون النساء أو الأستروجين في جسمك. فإلى حد ما الأعراض الجانبية من جرعة التستوستيرون للتي آر تي قليلة جدا، ولرجال فوق الأربعين وفوق الخمسين سنة اللي عندهم انخفاض في التستوستيرون لما بيمشوا على جرعة التي آر تي بيحسوا بتغيير كامل في حياتهم. طيب فين بقى لعبة الجروث هرمون؟ الجروث هرمون في مكافحة الشيخوخة ممكن تتزود على التستوستيرون. هل النتيجة هتبقى أحسن؟ لناس وناس. في ناس النتيجة هتبقى أحسن بكتير، عضلاتك هتكبر أكتر، نسبة الدهون هتنزل أكتر، درجة النشاط، قوتك بتزيد في الجيم، كل الكلام ده. بس في نفس الوقت في ناس معينة الجروث هرمون مش هيمشي معاهم بنفس
السلاسه يعني بتاعه التستوستيرون او بنفس السهوله بتاعه التستوستيرون. ازاي؟ في ناس بيبقى ليها مقابل ان هم يجي لهم ضغط عالي، او جسمهم ليه انتماء ان ضغطه يعلى. الجروث هرمون ما بيمشيش كويس مع الناس دي، لان الجروث هرمون ممكن يسبب هايبر تنشن اللي هو حبس ميه في الجسم اللي بيعلي لك ضغطك. ده رقم واحد. رقم اتنين، جروث هرمون بيعمل حاجه اسمها انسولين ريزيستنس. انت عندك البنكرياس بتاعك بيفرز انسولين لما بتاكل نشويات او سكر، عشان الانسولين ده بيحرق السكر اللي في الدم. الجروث هرمون بيقول للبنكرياس لو سمحت ما تعملش اي انسولين لان انا موجود. هو الجسم كده لما في جروث هرمون البنكرياس ما بيفرزش انسولين. فلو انت مقابل ان انت يجيلك السكر بسبب عدم او ضعف في البنكرياس، فانت دلوقتي دخلت حاجه في جسمك بتقول للبنكرياس بتاعك توقف اكتر افرازه من الانسولين، فممكن يسبب لك مرض السكر. لو انت ما عندكش المشكله دي وما عندكش السكر في عيلتك يبقى انت في السليم يعني. بس برضو دي حاجه لازم تذكر وحاجه تكون في وعيك لو واحد قرر ان هو ياخد السكه دي. من الحاجه التانية اللي جروث هرمون بتعملها من الاعراض الجانبيه ان هي ممكن تسبب لك سرطان. هي مش بتخلق خلايا سرطانيه، بس من الحاجات اللي جروث هرمون بتعملها جزء من الحاجات الكويسه بتاعتها ان هي بتجدد الخلايا. يعني ممكن تجدد خلايا المفاصل اللي بايظه او مثلا جات لك اصابه فيها تجددها او تصلحها الى اخره. بس لو عندك خلايا اوريدي سرطانيه في جسمك، فتوقع ان الخلايا السرطانيه دي هيحصل فيها انفصال وهتزيد قوي في جسمك، ودي مشكله برضو كبيره جدا. ففكره انك تزود الجروث هرمون في مكافحه الشيخوخه او في بروجرام مكافحه الشيخوخه ده بيبقى يعتمد على الشخص. وتعرف ازاي؟ طبعا مع تحاليل. عشان كده لازم برضو نكون واخدين في بالنا ان الموضوع ده، ويا ريت يا جماعه برضو ما نفهمش غلط، المفروض التي ار تي او هرمون ريبليسمنت ثيرابي، اوكي، اللي بيتعمل في عيادات. يعني دي حاجه انا مش عم احمد بيجي لك بيقول لك خد يا عم جي اتش بتاعه واستخدمه، لا، الحاجات دي الموضوع ده موجود في عيادات، هدفه ان هو يصلح مشكله عندك. فلو انت ما عندكش مشكله مش محتاج الكلام ده، بس لو عندك مشكله عندك انخفاض في الهرمونات الطبيعيه بتاعتك، فده عاده هو الحل الجديد اللي طالع دلوقتي. ممثلين كتير جدا بيعملوه في الغرب وفي الشرق الاوسط عندنا يعني. بس حبيت في الفيديو ده اوضح لكم الفرق ما بين تستوستيرون في المشكله، في علاج المشكله دي، وازاي جروث هرمون ممكن تزوده او ليه مش شرط تزوده. الاساس هو التستوستيرون مش الجروث هرمون. الجروث هرمون فكر فيه اكنه حاجه ايه، بونس، حاجه زياده. وبس، ده فيديو النهاردة فرق ما بين الجروث هرمون والتستوستيرون في مكافحة الشيخوخة. أتمنى الفيديو كان مفيد. حبيت أقول لكم يا جماعة عرض الفالنتاين لسه شغال، الخصم من 170 إلى 250 دولار لو أنت عازب، أو لو أنتوا اتنين متجوز خاطب أيا كان البروجرام ليكم، كل واحد ليه بروجرام، الاتنين مع بعض ب 300 بدل 500 دولار. وسايب لكم اللينك في مربع محتوى الفيديو تحت، وبرضه سايب لكم اللينك في الكومنتس. دي صفحه الانستجرام بتاعي، بليز روح اعمل لها فولو، وده الفيسبوك بتاعي، بليز روح اعمل له فولو واعمل سبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه.